السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم أخوكم محمد البيدد. لازلنا وإياكم مع التوحيد لله سبحانه وتعالى والعقيدة الإسلامية. تعريف العقيدة في اللغة هو العقد، وهو الشد، مثل عقد يعقد، ومنها عقد النكاح وعقد اليمين. مثلا قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يؤاخذكم باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. واصطلاح العقيدة هو المعتقد الذي لا يقبل الشك في معتقده، أي الشيء الذي في قلبك، في قلب الإنسان الذي لا يشك فيه. عقيدة بالله سبحانه وتعالى ولها عدة ألفاظ عند السلف: التوحيد، أصول الدين، الفقه الأكبر، وما أشبه ذلك من مصطلحات. والأدلة عليها كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يشكوا بإيمانهم بالله سبحانه وتعالى ولا برسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث جبريل الطويل، عندما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن بقدر خيره وشره. يجب على كل مسلم أن يعتقد بالله سبحانه وتعالى، أن يعتقد بالله سبحانه وتعالى وما يجب له من ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، كما جاءت به السنة الصحيحة من أخبار وغيبيات. يجب على كل مسلم أن يعتقد في قلبه صحة وجود الله سبحانه وتعالى وما يجب لله سبحانه وتعالى من أسماء وصفات، وينزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص. فيجب علينا تعلم توحيد الله سبحانه وتعالى. معي سنتعلم بإذن الله سبحانه وتعالى العقيدة الصحيحة كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي إلى 37 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قال الصحابة رضي الله عنهم: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه الآن وأصحابي. الفرقة الناجية هي التي رجعت إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا ولا يغفر أن يشرك به جل جلاله. إن الله يغفر الذنوب جميعا، الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب، وإن الله سبحانه وتعالى تواب وقفار للذنوب إلا الشرك بالله سبحانه وتعالى. والأدلة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ودليل كذلك من قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وليكرم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والأدلة في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرة، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيما يحكى أن موسى عليه السلام قال لله سبحانه وتعالى: اللهم علمني كلمة أقولها. أن الله سبحانه وتعالى علمه قول لا إله إلا الله. قال له موسى: إن كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. نفي وإثبات. قال العلماء: نفي عن الإله غير الله سبحانه وتعالى، لا إله معناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، أحد فرد صمد الذي لم يلد ولم يولد.
فقال له الله سبحانه وتعالى: لو وضعت لا إله إلا الله في كفة، ولو وضعت السماوات السبع في كفة، لرشحت بهم قول لا إله إلا الله، فنكثر من قول لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولا إله إلا الله سنتحدث إن شاء الله في الدروس القادمة، لها شروط وموانع. فلا تنسوا الاشتراك في القناة، وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا بالمشاركة في القناة، وإذا استفدتم أي شيء من هذا الفيديو لا تنسونا من صالح دعائكم، وجزاكم الله خيرا. نختم بالدعاء: استغفر الله استغفر الله، الحمد لله الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض وما يشتمشين بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن لا تدع ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها خير وصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.